كثير من الناس يقول كان فيه كان حرام حرام على البنك اللي قاعد ياخذ اللي كسر ظهور المواطنين. طيب هذا استطاع، هل يستطيع ان يرابي لولا ان الناس اخذوا منه الربا؟ يستطيع؟ ما يستطيع. فذاك الربا محرم ويشترك فيه من تعاون عليه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال جابر رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، حتى الشاهد حتى الكاتب اللي لا أكل لا آخذ والمأخوذ منه، لكن كاتب حتى الشاهد اللي حضر وشهد هذا أيضا ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر خطير جدا. اتصل فيني واحد فقال أنا كذا وعندي كذا وظرف وبزوج الولد، ما أدري ببني الملحق ما أدري إيش، يجوز آخذ قدر ربوي؟ قلت لا يجوز حرام. قال شو أسوي؟ حرام. شلون يعني حرام؟ قلت شلون يعني حرام؟ تعرف معصية اسمها الربا؟ قال إيه. قلت هذه هي محرمة، لكن أريد أقترح عليك اقتراحا. طبعا هذا الاقتراح من باب الإلزام، أخاف بعد واحد يقطع اللقطة هذه يروح يقول كل شيء يسوي الناس ما يخافون الله، هذا على سبيل الإلزام. قلت ليش ما أشوف لك كرتونين خمر وتبيعهم؟ قال أعوذ بالله. قلت ليش؟ قال حرام. قلت بعد الربا حرام، الربا مثل ما تبيع خمر حرام كذلك تأخذ القروض الربوية حرام، هذا حرام وهذا حرام.